من المعتاد أن يبرز نجم شخص واحد أو اثنين على الأكثر في العائلة الواحدة في المجال الفني. الغريب دخول جميع أفراد العائلة عالم الفن، والاستثناء التميز فيه. الأخوات البحرينيات سبت، شيماء، وشذا، وشيلاء، وأبرار استطعنا قلب المعادلة ووزنا من جديد بعد حضورهن اللافت والشهرة الواسعة التي حظينا بها، بل واستثمرناها بالتواجد اللافت على مواقع التواصل. شيماء وشذا وشيلاء وأبرار أربع شقيقات كن السبب في أن تصبح عائلة سبت من أشهر الأسر الفنية في الخليج، بل وسماهن البعض كارداشيانز الخليج. أكبرهن شيماء كانت بدايتها من مسرح الطفل ممثلة، وتدرجت حتى أصبحت مالكة لشركة إنتاج، معبدة الطريق لشقيقاتها لدخول المجال الفني من مختلف أبوابه. شذا كانت بدايتها في التمثيل إلى جانب شقيقتها الكبرى، أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية شاركت فيها، وقدمت عددا من الأعمال على شاشات خليجية. ثالثة شقيقات سبت شيلاء بدأت التمثيل كطفلة، وفي العشرين من عمرها التفتت إلى عالم الجمال، فشاركت في مسابقة بحرين توب موديل، ثم حازت اللقب الأبرز ملكة جمال البحرين 2010. أصغر الشقيقات أبرار مثلت أيضا كباقي شقيقاتها، لكنها الوحيدة بينهن التي طرقت باب الغناء وشاركت في مسابقة نجوم الخليج وخرجت منها قبل النهائيات. للشقيقات حضور لافت على مواقع التواصل، فعلى إنستغرام وحده لدى الشقيقات مجتمعات نحو 8 ملايين متابع، عدا عن سناب التي يشاركن جمهورهن من خلاله بعضا من تفاصيل حياتهن. وفي الاستوديو أرحب بالفنانات البحرينيات بنات سبت، شيماء، وشذا، وشيلاء، وأبرار. أهلا فيكم معانا، منوريننا اليوم. الله يخليك. نورت حبيبتي. كيف الإحساس وأنتم مع بعض كلكم في الاستوديو في المقابلة؟ مباشرة. مباشر أول مرة. أول مرة تسوي برنامج مباشر مع بعض. هذا ثاني برنامج نطلع إحنا الأربعة، بس أول برنامج كان تسجيل، وهذا البرنامج لايف مباشر. سارة عندك حصري دائما. طيب جميل جدا. وأنتم جالسين بترتيب السن هنا أبرار أكبر وحدة. أكبر وحدة. أنا قلت لك. غلط ترى، صار الشيء عفوي. بس انت طلعتي اكبر واحدة. أيه. خلاص اوكي طلعت انا الاول. طيب بخصوص الصورة اللي حاطينها دمار شعر. يعني قديمة شوية. لا قديمة وايد، بس ما عليه، كل واحد عنده تاريخ. ترى مو على القدم، مرات الإضاءة تظلم الشكل، تطلع الوجه مو وجه. لا هو تشوفي كل فترة لها موضتها. ذاك الوقت كان كثير ناس يقلدون الشكل اللي كان. بس تزعلكم هذه الصور مثلا؟ كثير بيحطوا لكم الصور اللي قبل وبعد. ابدا بالعكس، كانت موضه والناس تقلد. ومبسوطين انه لما يحطون البرتقالي والازرق فوق عيننا. وبعدين وقتها كان يعني حتى ستايل، يعني الكل ودحين صار الواحد يخبي وجهه يقول لا 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 احد يشوف. انا مش انا اللي احبك بشوفك بكل حالاتك حلوه. صح، هذه حكمة. جميل، خلينا نتكلم شوي على الاعمال الرمضانية. بعضكم حاضر وبعضكم غائب، كيف جاء هذا الموضوع؟ رحيل زي ما تكلمت دوبكم كلكم. خلينا نبتدي بأصغر واحدة في الخوات اللي هي أنا. تفضلي. السنة أنا اشتغلت أصعب قرار، عمل جدا جميل، عمل خليجي نهايته يختارها الجمهور، ولأول مرة في الوطن العربي سوينا عدة حلقات تناس يعني، وكانت مواضيع جريئة. وشيلا اشتغلت معي نفس العمل، ووجه تحية لكل طاقم مسلسل أصعب قرار، وعلى رأسهم أخوي الغالي اللي وجه له تحية، الأستاذ إياد خزوز وجميع العاملين. طيب بالنسبة لي أنا ما قدرت أشتغل هالسنة بحكم أنه كان عندي عمل حق الداخلية، وزارة الداخلية، اللي وجه لهم تحية من إخراج العمل. 6 فلاشات قدمتها، فهو اللي كان يعني اللي ما خلاني أقدر أشتغلها بحكم التصوير وبحكم هاي. اوكي. وانتوا عندكم عمل مشترك كمان؟ عندي عمل مشترك وعمل مشترك. بالضبط، كيف لما تشتغلوا مع بعض؟ انت تعب تراضيك. اي تعب تراضيك. مسلسل تعب تراضيك اشتغلناه هالفتره، مو اول مره انا وشيلاء او احنا نشتغل مع بعض، بس ما صار نشتغل بس مع بس انا وابرار وايد اشتغلنا مسلسلات. بس تخانقوا في المسلسلات او كذا؟ تدرين مرات، بس انا خل اقول شيء قدام الجمهور، انا شيلاء وايد تتحسس مرات، مثلا لما نكلمها نقول لها ننصحها تزعل. إيه فخلاص الحين يعني صارت شوي. صار أنت قبل شوي شفتي موقف عرفتي شلون شيلاء حساسة، دمعت عيونها على طول على موضوع. بس يعني خربت المكياج. بس يعني كده هذا الكلام صحيح، أنت حساسة؟ وايد تحسس، وايد تحسس يعني مع يعني
احنا دائما نقول لها ان انت بالوسط الفني لازم تصيرين اقوى، لازم تكونين اقوى، لان واحد مرات ينصحك بحكم انه هو يحبك، بس هي هي تاخذ بعدين شيء وبعدين بس انا اشعر انكم شويه يعني انتم في مختلفين، يعني خليني اقول شيء، ما عندها شخصيه انه انا الكبيره انا اللي حتحكم واتكلم شويه، يعني اقول لك احاسيسي يعني كذا مثلا، لا احسها مختلفه عنكم، تحب الهدوء كذا شويه اخذ خط لوحدها حتى في الاخراج والمسرح وما الى ذلك. انتوا الاثنين شويه اقرب لبعض يمكن بعض. لا يمكن لان يعني بين شي كم سنه مع نفسي مو شذا بينهم بعد نوزي. لا لا بس يعني موضوع العمر حساس، شخصياتنا وايد متقاربه لان احنا يعني وايد نكون يعني شي ترى حتى شي مو شذا نفس الشيء، بس انا شيء لا اكثر على السوشيال، على السوشيال ميديا وفي البيت، برغم الفرق في الاعمار لكن احنا كلنا قراب من بعض. بس انا ولا يمكن الينون اللي اسويه في بيتنا اسويه في السوشيال ميديا نفس لا دائما اجيب العيد، مستحيل تقبلوني يعني اوكي في البيت، يعني نقدر نقول انه شيلاء الاكثر جنونا على السوشيال ميديا، بس في البيت يعني انا نمبر وشذا العقل اكثر واحدة جنونا في البيت بعيدا عن الكاميرا، بعيدا عن وشذا العقل سوشيال ميديا وشذا عقل واحدة في البيت، شذا هي العادية المشرفة الاجتماعية مالت البيت بالمسطرة. البعض يشبهكم بانه دائما يقولوا انه زي بنات كرداشيان، انه كانه في رياليتي شو على السناب ومش عارف ايش الكلام ده كله، يزعجكم ذا الموضوع؟ احنا كلش مختلفين يعني نهائيا، الشغلة ثانية يعني احنا فنانات ممثلات صح، واحنا انه بتصوروا حياتكم ما كل الناس تصورها، هي الحين السوشيال ميديا اصلا يخلي كل الناس تصور ما في مشهور ولا مو مشهور ولا ايا كان، يعني اصور اي شيء يعجبني، يعني مثل ما انا اخر مره صورت يوم كنت في المدينه، يعني كنت مره مبسوطه مرتاحه نفسيا، فكنت اصور شيء احبه شيء مبسوطه فيه، الناس شنو خذته؟ لا قاعده تستعرض، اذا طيب لما اصور اشياء غير ما يقولون كذي، يعني ليش يعني اذا شيء انت تحبينه ومرتاحه له ويعجبك تصورينه، يعني الناس شيء لا قصدها انا اي شيء لا علاقه بالجانب الديني، ان الانسان ممكن يكون عنده ايمان ذاتي مثلا او ممكن يسوي اشياء زينه، ترى الفنان مو كتله سوء، ترى الفنان انسان في اشياء حلوه في اشياء مو بزينه بالنسبه لبعض الناس كوجهه نظر، في يسوي اشياء عاديه، بس الناس لا انا لازم اشوف هاي الفنان انه يسوي اشياء غلط، طيب هذا مثل ما يسوي اشياء غلط في وجهه نظركم ترى يسوي شيء صح، بس لما يسوي شيء صح لا 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 لا, لا يتصنع لا, لا بس ما ادري ايش بعد في شيء انا كنت بقوله، يعني انا وايد ناس يقولوا لي ان انا وخواتي كلنا يعني احنا مؤثرين بالسوشيال ميديا، طيب اذا احنا مؤثرين ممكن يشوفون ان احنا نسوي اشياء زينة والناس والأطفال اللي يشوفونا يسوون نفسنا، مو شرط يغلدونا بس مكياج شعر لبس وغيره، ترى في أشياء هم في جانب زين فينا حلو، نفس جمعية متواجدين اللي في جوانب الإنسانية يعني في جوانب احنا بالناس تتأثر فيها إيجابيا مثلنا وتسوي مثلنا في هذا الجانب، أنا أفتخر لما نسوي عمل في شيء تطوعي، أبي الناس تتحفز وتسوي شيء تطوعي. لما يقول لي ليش مثلا في ناس تسأل يقول لي بيسوي شيء سوي بينه وبين ربه، صح أنا حاس أنا محتس بالنية لرب العالمين أي. بس أنا كم شخص يتابعني؟ صحيح إحنا سوينا عن هذا الموضوع في الاستفتاء والناس كانت ميالة أنه المشهور يتحدث عن أعماله الخيرية، بس أنا حابة نقول لكم سريعا على نقطة ثانية مؤثرة في حياتكم اللي هي نقطة والدكم ووالدتكم، أنتوا دايما تتحدثوا عنهم ودايما الموضوع مؤثر، وفي الفترة الأخيرة يمكن شلاء صورت فيديو بكية في قالت أنا كنت أتمنى أني أنا أكون ولد عشان أكون مع والدي، إحنا أربع بنات بس تشعروا بهذا هذا أنا كنت داخلة لايف في لوبس وكانوا كاتبين لي في مرة تمنيتي أنك تكونين ولد قلت إيه لأن أنا ذيك الأيام كنت كل يوم يعني أودي أبوي صلاة العشاء بالمسجد، أبوي وايد يحب يصلي بالمسجد ويحب يروح يعني وشي، فلما أروح أودي هو يعني بالويلتشير وكذي ما أقدر أدش معه ما أقدر وأتم برا عنطرة وشي، فساعات يكون ودي وحتى لو أطلع معه يعني نطلع مع مرات خواتي يكونون مشغولين أو كذي، يحس إنه لما نقعد معه يعني حتى سوالفنا تختلف عن سوالف، ممكن ندش بسوالف الكرة وندش بهالسوالف، بعد يحس إنه لا محتاج أنا بقول شغلة حق أبوي وأمي أوجهها عبر
تلفزيون عبر هالشاشة وأقول صج أمي وأبوي ما عندهم أولاد، لكن إحنا الحمد لله رب العالمين عن كل واحدة فينا عن 10 ريايل، شلنا بيت، سوينا اسم، كوننا نفسنا، بنينا اسمنا بتعبنا، كلنا درسنا بالجامعة، كلنا الحمد لله بلدنا تفتخر فينا وإحنا نفتخر في بلدنا، ولنا مواقف مشرفة والحمد لله رب العالمين، سواء بالبلد ولا مع أهلنا ولا مع كل الناس اللي تعاملوا ويانا. والإمرأة يعني هذه الأشياء بسيطة، بس أبوي زرع فينا شيء يمكن ما زرعوا كثير ناس في عيالهم، زرع حب. الحب اللي بيننا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. جميل انك انت ذكرتي ايوه ابوي وامي زرعتين ما نغير من بعض، نحب بعض. انا هذه النقطه كنت حابه اسالكم عنها، يمكن يعني يمكن ايش تحدثين عنها، هل تنزعجي لما احد يقول لك مثلا تغاري من اخواتك او انتم بينكم غيره؟ ابدا الحمد هو لله. يعني هو السؤال نفسه اي واحد يساله، يعني ما سال هذا السؤال الا هو حاس هذه عند المشكله. يعني انا بوجهه نظري، لانه ماكو انسان طبيعي يغار من نجاح خواته ولا الشخص اللي يحبه او الشخص العزيز عليه، فبالتالي نجاح خواتي من نجاحي. كثير انا اشوف مثلا بعض الصحفيين او بعض حتى بالسوشيال ميديا مثلا يسالوننا يقولوا لنا انتم تغارون من بعض، ما اعتقد يعني حتى لو ساره مثلا يعني لو احد سالك انه هل انت تغارين من اخوانك او من خواتك، اكيد لا، هاي وضع طبيعي، لكن الناس ما قاعد تفهم. فعلا لازم يسووا بينكم مشاكل. لا لان شوفي قلت لك انا في كثير اسر ما عندهم ذي الحب، ما عندهم ذي التفاني في سبيل الاخر. يعني انا هذول اللي قاعدين يمي الحين انا افتخر اني قدرت الحمد لله والشكر لله الكريم ان اوقف معهم ونصير احنا بهالقوه وهالاتحاد. انا اقول له انا شيء ما بروحي بديت الوسط ولليوم يمكن ما راح اصير بهالقوه لو مو احنا الاربعه الحين يدنا بايد بعض. طيب جميل، بس كمان انتم في نفس الوقت من الشخصيات العامه وعندكم حضور قوي على مواقع التواصل، فاكيد بتسمعوا كثير من الانتقادات. ابرار يعني انا مثلا لو نظرت نظره سريعه على حسابك شفت دائما في حكايات عمليات التجميل وحديث عن الزواج وحديث عن العلاقات، كيف بتتعاملي مع هذا الموضوع؟ احنا السوشيال ميديا اليوم صار كل الناس تتابعنا وكل الناس تحب تشوف أخبارنا، وصرنا الحين لازم نطلع لهم ويشوفونا بكل حالاتنا. بعض الناس أو في بعض الأحيان إن ما يقولون إن مثلاً هالشيء إن أنا فنانة حالي حال أي إنسان طبيعي موجود، يعني أنا أعيش حياتي عادية لما أصور ولما أسوي أي شيء، مجرد إني أغير صبغة شعري، مجرد إني أمتن شوي قالوا هذه تجميل، هذه تقلد، هذه ما أدري شنو. إذن إحنا بالسوشيال ميديا أو إحنا بال بس بأمانة يعني انتوا اكيد عاملين شويه. لا ما سوينا يعني شيء كذا من هنا. لا 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 يعني انا نفسي انا ما سويت ولا شيء لحد الحين. انا اللي سويت عمليات تكميم واقولها في كل لقاء وما عندي اي مشكله صح تتحدثي عنها. ما عندي اي مشكله، وبعد التكميم بسنتين ونص سويت كونتورينج عادي. انا فقط تقويم يعني نفس ما انا ما غيرت اي شيء فيه. لا انت تقولي انك ما سويتي شيء رغم كثره الاتهامات. والله انا تعبت وانا اقول ما سويت تجميل اللي بيصدق يصدق واللي ما بيصدق ما على حساب احد يعني ولا انا. حتى مو بس التجميل، موضوع الزواج ليش الناس تبي تزوجكم؟ على نقطه التجميل في نقطه، احنا مع الاسف البعض ما يعني ما قاعد يثق بجمال الخليجي. اي خليجيه يشوفونها حلوه على طول قالوا تجميل. يعني تشوفوا نفسكم حلوه. انا اتكلم عن اي وحده سواء كانت خلي احطهم مقارنه بيني وبين اي احد سيدي على طول لا وين هذه اجمل بس لانها اجنبيه شيء لا كلها عمليات لا تجميل حتى انا مضايقك الموضوع يا شيلا مو مضايقني بس اقول يعني ليش ترى يعني احنا شوفي ساره انت قلتي احنا نشوف نفسنا حلوات مثل ما انت تشوفين نفسك حلوه احنا نشوف نفسنا حلوات عرفتي؟ لا انا اللي شوفي بقول لك في جمال والجمال مقياس من شخص لاخر يعني في ناس تشوف صح كل واحد وجهه نظره في ناس يشوفون نحن بشعات الجمال نسبي في هذا الموضوع. انا بالنسبه لي اللي قصدته ان كل وحده اي وحده سواء كانت بالوسط الفني او مش بالوسط الفني حطوها جميله على طول تجي لها الاتهامات انها هي مسوي عمليات تجميل صح ايا كان. وموضوع الزواج نرجع عليه مره ثانيه يا اختي احنا ما ادري ايش مضايقهم من هالموضوع يتكلمون بقول لك يجون يدخلون لنا من باب الدين زين الدين يقول الزواج قسمه ونصيب
لا يعني هذه مو لا لا شوفي في بعض في بعض الناس بعض محبينا بعض متابعينا أنا أتكلم عن محبينا هم بقصد إنه يعني تعودوا بالفترة الأخيرة بالسوشيال ميديا تعودوا إنه يشوفون متزوجين كابلز يطلعون بالسوشيال ميديا وبالإنستغرام يعني وغيره. حتى أنت تقولوا إنه يعني عشان أبو لا أوكي والدكم في ناس والدتكم لا في أوكي في ناس يتكلمون ترى من جانب حب من جانب حب إنه ما يعني ليش ما تزوجت في بعضهم يقولون زي أنتم مو قاصركم شيء بناس ما قالت شيء ما الموضوع إنه قسمة ونصيب إيه بس نظرتها ايجابيه للامور هي دائما كذا كلنا بالبيت شذي إيه يعني انا دائما امر انا عن نفسي انا دائما اركز على الناس اللي تحبني لان جات فتره انا اركز على الناس اللي مثلا او اللي البعض اللي ما يحبني ترى وايد تعب مين اكثر واحده فيكم سريعا عشان لازم اختم مين اكثر واحده فيكم سريعا اللي دائما ماسكه جوال وبتصور وكلكم تقولوا لها بس شيماء اكيد شيماء والله ما في شيماء بس يعني اذا شيماء شذا شيلاء وابرار شكرا لكم على وجودكم معنا اليوم.